رغم الدمار المتكرر الذي حل بقطاع النقل العام الفلسطيني بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، إلا إنه وبجهد نقابة وأصحاب شركات الباصات استطاع هذا القطاع أن ينهض ويستعيد من عافيته، ولنا كل الفخر اليوم أن نكون جزءاً من مشروع دعم وتطوير قطاع النقل العام في فلسطين، وذلك بتقديم تمويل يصل حجمه إلى 8 مليون يورو، والذي سينعكس إن شاء الله حتماً وبشكل إيجابي على التنمية المستدامة لهذا القطاع الهام، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأمثل للمواطن الفلسطيني وبأعلى المعايير من أمان وجودة. الحضور الكريم، البنك الوطني ومنذ نشأته وتأسيسه وضع على عاتقه المساهمة في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، وهذه أحد أهم العناصر التي ترتكز إليها رسالتنا وهويتنا كبنك وطني فلسطيني. فعمدنا إلى توظيف 80% من أصولنا في فلسطين، إيماناً بنا بأهمية تنمية اقتصادنا الوطني، كما دخلنا بشراكات عديدة مع جهات محلية وعربية ودولية لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار وخدمة وطننا ومواطنينا. الإخوة الأعزاء، وها نحن اليوم نعلن عن إنجاز شراكة وطنية استراتيجية جديدة لتنضم نقابة أصحاب شركات الباصات إلى قائمة شركائنا، ونتطلع إلى تطوير هذه العلاقة إيماناً منا بأهمية تعاضد سواعد مؤسساتنا الوطنية الواحدة في سبيل خدمة وتنمية وطننا وتقديم الأفضل لمواطنينا. استطاع البنك الوطني أن يصل اليوم إلى مكانة مرموقة في الجهاز المصرفي الفلسطيني، فنحن ثالث أكبر بنك فلسطيني اليوم من حيث حجم ودائع العملاء، والتي وصلت إلى نصف مليار دولار في النصف الأول من عام 2015. كما حققنا المركز الأول بينها من حيث نسبة نمو موجوداتنا التي بلغت 774 مليون دولار مقارنة ب 680 مليون دولار في نهاية عام 2014. كما تمكنا من تحقيق أعلى نسبة نمو بين البنوك الفلسطينية فيما يخص محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة، والتي بلغت 378 مليون دولار في النصف الأول من عام 2015 مقارنة مع الرقم 299 مليون دولار في نهاية عام 2014، أي بنمو تقريباً 25%. وهذا الأداء المالي يبشر بالمزيد من النمو والتطور لمصرفنا هذا العام. ويسرنا اليوم أن نضع حجر الأساس الأول بالعمل على توقيع اتفاقية التعاون والشراكة مع البنك الوطني لدعم تطوير قطاع النقل العام في فلسطين. وأود أن أتوجه للشكر للبنك الوطني ممثلاً برئيس مجلس إدارته السيد طلال ناصر الدين وكافة الكوادر الذين يستحقون منا كل التقدير والاحترام. إن مدة صلاحية هذه الاتفاقية 3 سنوات قابلة للتمديد، حيث أن أهمية هذه الاتفاقية تأتي بوجوب خروج 486 حافلة من الخدمة خلال 5 سنوات القادمة، أي ما يعادل 50% تقريباً من إجمالي عدد الحافلات العاملة في قطاع النقل العام، والبالغ عدده 930 حافلة حالياً. حيث تتضمن اتفاقية الشراكة ودعم التطوير التي سنقوم بتوقيعها اليوم تمويل يصل إلى ما نسبته 80% من قيمة الحافلة التي ترغب الشركات بشرائها من السوق ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، وبسعر فائدة وخدمات منافسة وسهولة في آلية التنفيذ، سعر فائدة مميز وبسيط. إن نقابة أصحاب شركات الباصات وبالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات يعملان جاهدين ليل نهار ومنذ سنوات لإنجاح مشروع تطوير قطاع النقل العام في فلسطين
أوريو، والذي وصل بحمد الله إلى مراحل متقدمة، والذي نأمل بدء العمل به على أرض الواقع في العام القادم، حيث ستكون قيمة هذا المشروع 32 مليون يورو لتمويل شراء حافلات جديدة وحديثة لدعم وتطوير قطاع خدمة قطاع النقل العام في فلسطين. وسيكون المستفيد من هذا المشروع شركات الباصات العاملة، ويترتب عليها تغطية ما قيمته 7 مليون يورو من إجمالي المبلغ، حيث سيكون ذلك بالتعاون مع البنك الوطني وبأسعار فائدة مميزة ودون أي عمولات. نأمل بذلك أن نكون قد استطعنا من خلال جهودنا المشتركة مع وزارة النقل والمواصلات ومؤسساتنا الوطنية تجسيد شراكة استراتيجية حقيقية لدعم وتطوير هذا القطاع الهام، وأن نصل إلى تقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني. أنا سعيد اليوم وفعلا بنقول مبروك، لأنه يعني هذا يوم للقطاع الخاص متميز بأنه تكون نقابة بتمثل هاي الشركات اللي فعلا عانت من الانتفاضة الأولى وربما قبل بقليل، وكانت لديها خسارات كبيرة جدا، وتعرض هذا القطاع ل يعني أكبر المؤامرات من وجود هذا الاحتلال السيء والتسكير وإغلاق الشوارع، وكانت هناك صعوبة كبيرة جدا يتنقل الإنسان بالأرجل، فكيف كان ممكن أن يتنقل في الحافلات والباصات الكبيرة؟ طبعا إن شاء الله نتمنى أن تكون هاي بداية. هو يعني اليوم إحنا مش رايحين نترخ الاتفاقية بتاريخ 30/9 أخي أبو قاضم، لا، خياركم رائع، هذا يوم العلم الفلسطيني، يوم مميز باتفاقية مميزة. أنا بتمنى أن تنعكس هذه الاتفاقية على نقابة أصحاب الشركات الباصات، ليس فقط بالعمق المالي، لا، احنا بدنا كمان نجاحات البنك هذه تنعكس على أصحاب الشركات، بدنا الشركات تبلش هاي إن شاء الله تخطو بإيجاب باتجاه خدمة أبناء شعبنا، كمان تحقق أرباح، لأنه هي جزء من هذا القطاع الخاص اللي بيخدم وبشغل كمان وبدفع استثمارات في هذه البلد، اللي إن شاء الله أنها تكون هاي يعني بداية هاي الاستثمارات وهذه المشاريع بداية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. أهمية الاتفاقية تأتي من أهمية قطاع النقل العام في فلسطين. فلسطين بلد يعتمد أغلب سكانه على استخدام النقل العام لأنه يوفر حلول مناسبة اقتصاديا للطبقات المتوسطة والأقل. هذه الاتفاقية تهدف إلى تمكين أصحاب المحطات وعدد شركات الباصات وعددها 97 شركة من تطوير أسطول الباصات والاستفادة من المنحة الخارجية التي يشترط فيها وجود تمويل محلي. هذه الاتفاقية سعينا لأن يكون فيها سعر فائدة مناسب، ضمانات مناسبة بحيث تمكن من تحديثها. هذا التحديث لا يحسن جدوى الاقتصادية للشركات، يحسن من الخدمة التي تقدمها، ويحسن من كفائتها، حتى يحسن من مقدار انبعاث الغازات في البيئة المحلية. البنك سيقوم بتمويل لأصحاب المحطات لشراء باصات جديده بمقابل رهن الباصات طبعا بسعر فائده مدروس ومخفض. هذا يمكن الشركات من الاستفاده من المنحه الخارجيه لانه يشترط وجود مساهمه محليه بالنسبه لا تقل عن 30%. مبروك يعني مبروك.